معنا عبر الهاتف ثابت الأحمدي، كاتب ومحلل سياسي. مرحبا بك معنا. هانس في إحاطته بدأ من حيث انتهى جريفيث، هل هو تكرار للفشل أم بناء على ما سبق؟ أهلا وسهلا أختي الأعزاء والمشاهدين الكرام. أنا أقول إن يحط فقد أحاط أخ له من قبل، وإن يعد فقد وعد أخ له من قبل. وفي تقديري لا أريد أن أكون متشائما أو يعني أنقل صورة غير إيجابية للقرار، لكن في تقديري الشخصي الأمر مواصلة الماضي فقط لا أكثر من ذلك. القضية الحوثي لا يؤمن بالسلام ولا يؤمن بحوار ولا يؤمن بتفاوض ولا يؤمن بالجيران ولا بالمجتمع المحلي ولا بالمجتمع الدولي ولا شيء من ذلك، ولن تردعه إلى القوة القاهرة فقط ولا غير. نعم، في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي واستهداف الأعيان المدنية في اليمن والسعودية آخرها ميناء المخا، هل هو قادر على الضغط الحاد من تلك الهجمات؟ لا يستطيع يعني، ولدينا 3 تجارب من قبله مع 3 مبعوثين، جمال بن عمر، ولد الشيخ، وجريفيث، وهذا رابعهم. كلهم لم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا أو يسكنوا متحركا للحوثي على الإطلاق، بل في الواقع لقد زاد تغوله أكثر وزاد إجرامه أكثر وزادت شراسته أكثر من ذي قبل مع تكرار كل مبعوث. ولا أتوقع أن الحوثي سيجنح للسلم مع المبعوث الجديد، ولو أجا مبعوث 10 و20 و50 لن يجنح الحوثي للسلام على الإطلاق، ولن يرغمه على الجنوح إلى السلام إلا القوة القاهرة. هذا الكلام قلناه سابقا ونقوله اليوم وسنقوله بعد سنة وسنتين وأكثر، وسيتذكر اليمنيون والعالم حقيقة ما نقول، لأننا نعرف حقيقة هذه الجماعة وحقيقة هذه الميليشيات. نعم، فيما شدد هانس على أهمية إنهاء معاناة اليمنيين، وأن تحقيق الأمس سينعكس على المنطقة برمتها، فهل سيتحقق له ذلك؟ هذا فرق بين الطموح وبين التمني وبين ما هو واقع. له أن يطمح ويتمنى ويسعى أيضا، لكن هل سيتحقق عمليا؟ هذا يعني هذا هو الاختبار الصعب الذي أمامه. على أي حال الأمر معقود بدرجة رئيسية بيد الشرعية ثم بيد التحالف العربي، غير هذا لا نعول على أحد بما في ذلك المجتمع الدولي. وإن كانت بعض الأصوات في أو الجهات في المجتمع الدولي تحاول مساعدة اليمنيين في الخروج من مأزقهم، لكن بالمقابل هناك أصوات أو جهات أخرى لها حساباتها الخاصة وتتعاطى مع الشأن اليمني ومنطلق مصالحها الخاصة، ولو كان على حساب الشعب اليمني. نعم. ولو كان على حساب هذه المعاناة التي عرفناها ونعرفها منذ زمن طويل. الأمر بيد اليمنيين، الأمر بيد التحالف العربي، الأمر بيد الصادقين من المجتمع الدولي، وإلا فهناك متآمرين محليين ومتآمرين إقليميين. نعم. ومتآمرون دوليون أيضا في هذا الجانب. نعم، شكرا لك ثابت الأحمدي، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا عبر الهاتف.